بس أنا محتاج أحسبها مع نفسي شوية. انت طبعا قلقان ومش جاي لك نوم يا عواد. عواد مين يا عم؟ انت مش عارفني؟ انا اسمي صابر. انا اللي صابر، لكن انت بقيت عواد. تاني عواد؟ تاني وتالت وعاشر كمان. اصل انت ما انتش عارف الحكايه. زمان في الاذاعه كان فيه تمثيليه فيها راجل اسمه عواد، كل يوم العيال يهللوا وراه ويزفوه ويقولوا عواد باع ارض يا اولاد، شوفوا طوله وعرضه يا اولاد، بهدلوه مع ان الارض كانت ارضه ملكه وما باعهاش للخواجات. فما بالك بقى بواحد عاوز يبيع وطنه؟ ده بقى يزفوه ازاي؟ انت اكيد من المعارضه، اكيد ما عملتش التوكيل. مش انا بس اللي ما عملتش التوكيل، اجيال كتير ما عملتش التوكيل، ومنهم حسن ابني حبيبي وحيدي اللي استشهد في حرب 73. كان شاب زي كده كله امل وحياة، لكن ضحى بنفسه علشان نعيش انا وانت احرار. ما كانش يعرف ابدا انه حييجي زمن عواد ويتباع فيه الوطن ودم الشهيد في مزاد. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيها، وساعتها هحس ان ابني مات. ليك حق تقول اكتر من كده، ما انت مش دريان بحاجه، انت عايش في غيبوبه. وانت قاعد هنا ليه؟ ها؟ ما تنزل الشارع وتلف، هتلاقي الناس بتكلم نفسها. الناس تعبانه، زمانك غير زماننا، احنا في زمن الغباوه. جاي دلوقتي تحط دم الشهيد في رقبتنا؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك، دول اكتر واحد تعبان في البلد دي. بيعي يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطنك. مش هتلاقي حضن دافي زي هنا.